يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. الفتن وأشراط الساعة. الملاحم وأشراط الساعة الصغرى. الجزء الحادي عشر. تمني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف، كأن وجوههم المجان المطرقة، وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه. والناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، ولا يأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله. أخرجه البخاري. انحسار الفرات عن كنز من ذهب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. أخرجه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: كنت واقفا مع أبي بن كعب رضي الله عنه فقال: لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا. قلت: أجل. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب، فإذا سمع به الناس صاروا إليه، فيقول من عنده: لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله. قال: فيقتتلون عليه، فيقتل من كل 199. أخرجه مسلم. خروج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. أخرجه مسلم. ما جاء في رجل يقال له الجهجاه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له الجهجاه. أخرجه مسلم. تكليم السباع للإنس. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: عدا الذئب على شاة فأخذها، فطلبه الراعي فانتزعها منه، فأقع الذئب على ذنبه. قال: ألا تتقي الله؟ تنزع مني رزقا ساقه الله إلي. فقال: يا عجبي، ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس. فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. قال: فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة فزواها إلى زاوية من زواياها، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي الصلاة جامعة، ثم خرج فقال للراعي: أخبرهم. فأخبرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق، والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس،
ويكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله، ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. أخرجه أحمد. أشراط الساعة الكبرى، الجزء الأول. عشر آيات من أشراط الساعة الكبرى. عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. أخرجه مسلم. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، وما